واسمع واطيع ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. كان بعض السلف يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويسأل الله يقول ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. والأزواج والأولاد مبخلة مجبنة تحمل على البخل بواجب الحق حتى في الزكاة من أجلهم، وتحمل على الجبن عن الجهاد في سبيل الله من أجلهم. ولا بد أن الإنسان يتعرض لشيء من ذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة، فتحسن صلاتك تؤدي زكاتك وتكثر من صدقاتك وتصوم فريضة ونافلة تتقرب إلى ربك وتصل أرحامك وتحسن إلى مستحق الإحسان، حتى أن هذه الأمور تكون سببا في تكفير ما قد يحدث منك من ممالعة ومن مجاملة ومن شيء من أجل الأزواج والأولاد. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا، اجعل الجنة مصيرا.